ملاكم في مسألة توحيد الألوان، ويعني متى طلعت أنت وإبداح ورشيد؟ ورشيد طلعنا قبل أسبوعين. مستأذنين؟ إيه يوم وقفوا. مستأذنين إيش؟ راح تشترون برتقالي؟ يوم وقفكم أبو سلطان. مستأذنين راح تشترون برتقالي؟ يوم الكفر رجاك. طيب أوكي أوكي. يوم الكفر رجاك الجبل. يا سلام يا سلام. أنت الحين رايح تطلع استئذان ليش؟ عشان تشتري برتقالي؟ لا يا إخواني، الجبر وإبداح ومثل ما يقول الرجال، احنا طلعنا عشان نشتري هذه رسالة بدون تحية وبدون تقدير، وعليها والله العظيم من العتب ما عليها إلى إدارة البرنامج، إدارة برنامج جنتل اللي كانت تحرم سلطان السعد منه يطلع لأمه والإخوانه عشان يسلم عليهم ويسمحون الجبر وإبداح ورشيد انهم يروحون يشترون طقم برتقالي عشان عند الكوتش يسوون تمرين وعشان يطلع الهاشتاج. طيب هذه نرجع اللي حملونا سبب خروج سلطان، انتم الان تسمعون طيب جبر وهو يقول طيب طالعين نشتري برتقالي قول لا اله عشان نشتري طيب بدله طيب. وسلطان السعد الشهر والشهرين كمل 70 يوم ما قدر يطلع لهله طيب. ويوم طلع وسواه خذيته عليه خصم ولا فوقها طالع 48 ساعه وما ادري ايش. هنا الميزان علي الان عرفت ليش جبر ما خصم عليه الحين. ليش الحين عرفت انا ليش وقفوا فقره زوم؟ عشان جبناها على الجر، عشان احنا ضغطنا على الجر، عشان احنا ضغطنا على الابن المدلل. الابن المدلل حرفيا، الابن المدلل بما لا يدع مجال للشك لبرنامج جنتل هو جبر المداري. يبغى جبر على كيفك يا ذيبان، اطلع بالبرتقالي. اسمع بكره ان شاء الله تطقون كابات، روحوا استانسوا. طيب الله يستر الله يستر الله يستر, الله يستر الربع. لا نستبعد للمره الثانيه لان احنا كشفنا الحقيقه. شكلك شكلك جبر شكلك إبداح واخونا رشيد يطلعون يلبسون عشان يطقمون عشان يطقمون، وسلطان السعد ما يقدر يطلع يشوف موبه. طيب قول لا اله الا الله ابو منصور. طيب ناس رساله بدون ولا تحيه. خليني اتكلم. خروج سلطان السعد تحملونا يا الاداره. ايها الناقد الجميل تحملونا يا الاداره. خلي رد بيرد الابن المدلل يعني. يا جبر يجلس للصباح. محمد منصور يقول ان حينما اقتربنا من جبر، الكلام للمشاهدين ولمدرسه النقد الحديثه، حينما اقتربنا من جبر وكشفنا الجوال استنفرت الإدارة وجاك أبو سلطان. سبحان الله. طيب دقيقة يمشي 250 دقيقة بعد ويغش ويطلع سلطان الحميلي ولا يطلع سلطان الوهبي. الوهبي وهو جالس يا شيخ روح طيب. لك الأول طيب. من الحين لك الأول يلا بس خلاص يا زملاء جبر ريحوا، لا تسوون رياليتي، لا تجاوبون ترى بياخذ الأول جبر. إدارة حوار هذه ولا إيش؟ لا تفضل جبر بياخذ الأول. خلي رد مبروك جبر. الأول أبغى ناخذ مبروك جبر. خلي رد في النهاية هذه محمد في النهاية محمد عطى فرصة. طيب خلينا نتكلم في النهاية في ذمة في النهاية في جبر ترى بردك له محمد شيء مستفز يا رجل. ترى في جبل مشتاق من حقه بس خلنا اسمعه. ترى في جبل مشتاق لك. تفضل يا جبل. انا طول عمر الجبل يا اخي. اسمع انا طول عمر السلامه طلعت لظرف انا ورشيد وبداح ظرف ما طلعنا ومرينا كذا ما حد شفنا اللون. او هذا اللي ضغط محمد المنصور وقف خلنا ناخذه. سبحان الله. هذا اللي ضغط محمد المنصور خلنا ناخذه، خلنا نضغطه فوق الضغط. ايه جينا وطقمنا اللهم لك الحمد، ومحمد منصور وجهنا الرساله بشكل مطلوب وعجبته اللهم لك الحمد. يعلم الله. فما سألت إن كلام يعني أنت جبر. اسمع اسمع قول لا الله اسمع نسمع بدون لا تأمرنا نسمع بدون لا تأمرنا يا جبر. ما وقف الكلام في النهاية جبر جبر على السلامة برجعك جبر. أي والله اسمع عشان تعرف ها عشان تعرف والله أني منضغط والله أني مقهور خاب. والله أنا هنا في كبدي لأن الحق حق. ويا سلام إذا كان هذا ضميري، يا سلام إذا كان هذه روحي اللي تغير على الحق وتزعل على الحق. في النهاية ترى الجبل غيرنا ما يقدر يطلع يا رجال. غيرنا ما يقدر الجبل قوي. أنا جبل صعب على الناس ترقاه ماني بوضن كل من جاه داسه. طيب اسمع الموضوع 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 ذمه قل لا اله الا الله. إدارة جنتل إدارة جنتل لكم الله لك الله يا سلطان الله لك الله يا سلطان السعاد. أنا جبر هنا جبر باقي ويتمدد. طيب جبر باقي ويتمدد جبر جهزت عفشي ولا جاهز لك ولا للجبل مرة ثانية؟ لا جاهز عفشي ركب العفش.